احنا لا زلنا السيد رئيس الوزراء لا توجد لديه خارطة طريق للتعامل مع هكذا مشاكل مركبه ومعقده. لا يمكن انهم لهكذا مشاكل بها بعد دولي وبها بعد محلي وايضا بها ما يسمى بالمشاكل المتازمه والمتاصله ان تعالج بخيار او بخيارين، اما كذا او كذا. ليس هكذا تورد الابل، يعني حقيقه في موضوع الحلول هكذا ملف حساس جدا وامني وخطر جدا. هناك يفترض على 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 السيد السوداني ان يقنع حقيقه الفصائل المسلحه ان هناك متغيرات دوليه، هناك متغيرات دوليه، هذه المتغيرات الدوليه تفرض واقعها على الواقع السياسي والامني العراقي. هذه المتغيرات يفترض على الفصائل ان هي من تفكر بالحل قبل ان يكون سيد رئيس الوزراء هو من يفكر بالحل. موضوع الاندماج او عدم الاندماج حقيقه هو ليس المهم، هناك ما هو اهم الا وهو انه ما هي المصالح وما لهذه الفصائل، ما هي المخاطر وما هي ما يسمى بالرسمين من المخاطر المتوقعه لهذه الفصائل بعد نزع السلاح منها. يفترض على السيد السوداني البحث مع الفصائل من اجل تامينها، لانه حقيقه تعرف الفصائل جيدا ان هناك خطر حقيقي من قبل القوات الامريكيه لها من خلال انصح التعبير اغتيال قادتها بكل مرونه بكل سهوله. ولهذا حتى الان مع حتى كايران حقيقه ايضا تعي جيدا ان هناك مخاطر حقيقيه، وايران كدوله صراحه حقيقه تعي جيدا ماذا تعني العقوبات الاقتصاديه ومن هي امريكا حقيقه الدوله العظمى اليوم. احنا نتكلم بواقعيه لا نتكلم بعاطفي وعلى طيب ولكن